المدعي العام في إسطنبول يحقق بشكل موسع في هذا الحادث على الصعيد الأمني والاستخباراتي. إضافة إلى ذلك يجري التحقق من سجلات المغادرة والدخول في مطار إسطنبول بشكل خاص، ونحن ننتظر بكل إصرار قرارات وتصريحات المدعي العام الجمهوري وفقا لنتائج هذه التحقيقات. وإنه لمن المحزن بالنسبة إلينا حدوث ذلك في بلدنا. السيد جمال هو صحفي وصديق قديم لي، أؤمن بأن المدافعين عن الحريات وحريات الرأي في بلدنا سيتابعون هذا الأمر، وأنا بصفتي رئيسا للجمهورية أتعقب هذا الأمر عن كثب، وسأعلن للعالم النتائج مهما كانت.